حنايا بالنسبة لتقييم التدبير الحكومي للجائحة، التدبير ديال الدولة بشكل عام فيه مستويات. دابا الآن يمكن دزنا من جوج المراحل. دابا الموجة الأولى اللي كانت بدات واللي كان فيها حجر صحي شامل، فيما بعد تخفيف إجراءات الحجر، وقع واحد شوية ديال الانفتاح وكذا، ثم رجعت الموجة الثانية على غرار ما يجري في العالم كامل. طبعا الآن في التقييم ممكن نقول أنه في الأداء ديال الدولة بمختلف مؤسساتها بشكل عام كان أداء محترم في العموم، لأنه ثبت بأنه عندنا الأسس ديال دولة عصرية اللي عندها مؤسسات واللي ممكن تكيف المنظومة ديالها القانونية وتكيف السياسات العمومية وتعبأ تمويلات وتلقى صيغ متعددة بنت من البداية. كانت تدخلات ملكية في إحداث الصندوق الأول، كانت تعبئة ديال البرلمان مرت منه مجموعة من القوانين اللي كتكيف الترسانة القانونية ديالنا مع تدبير الجائحة. على الاتحال كان فيها نقاش في الوضعية الأولى قبل ما نديروا المرسوم بقانون اللي ولا قانون ديال سن أحكام حالة الطوارئ، بدا التمديد ديالو بمراسيم. اللي ممكن نقوله الآن هو أنه المغرب ما يمكنش لنا نعزلوه كدولة، عندها إمكانات متوسطة لأن الجائحة كان عندها أثر كبير اقتصادي واجتماعي، ما يمكنش نعزلوه على التقييم ديال الدول في العالم كامل من حيث ارتفاع عدد الحالات، خاصة في هذه الموجة الثانية الحالية. العالم كله كيشهد ارتفاع مهول ديال حالات الإصابة ومعدل الوفاة، بمعنى أنه في المغرب مازال عندنا الوضع ما غنقولش مستقر، هو مقلق ولكن في واحد الحدود متحكم فيها بالنظر إلى معدلات تسجل في دول أخرى بحالنا، قل منا ولا أكثر منا من حيث المستوى ديالها الاقتصادي ومن حيث كذا. ولكن في العموم إلى ممكن نقول بأنه كانت تدبير عنده شوية ملامح إيجابية في بعض التدخلات خاصة منها المالية، كانت أيضا جوانب سلبية كتير على رأسها الارتباك كبير اللي بان في القطاع الصحي. هذا سؤال مطروح على المستقبل في التدبير ديالو، لأنه كاين إشكال في تدبير المنظومة الصحية، السياسة الصحية بشكل عام، وبانت مشاكل أخرى في التعليم مثلا، في اللجوء ديالنا إلى التعليم عن بعد. اليوم راه كاين تقييم مجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي ساعدنا بالنسبة للانفتاح على المستقبل والإمكانيات ديالو في استثمار التكنولوجيات الحديثة، وداك الشيء بان عندنا إشكال، احنا عادنا فاتحنا يمكن نطوروا هذا. وفي القطاعات الاجتماعية كلها بان إشكال، يعني لا في التقييم بشكل عام ديال تدبير الجائحة مرينا فيه بمراحل، ياك المرحلة الأولى كان فيها ارتباك كبير، ارتباك بان على مستوى التدبير الحكومي في تقييمي أنا كنائبة برلمانية للعمل الحكومي، يعني حتى الحكومة من الداخل لا أحد ينفي بأنه بانت واحد العودة قوية لوزارة الداخلية سواء مركزيا أو ترابيا، وهذا الشيء راه تسجل ومعروف عند المنتخبين، وبانت الدور ديال وزارة المالية والإدارة ديال وزارة المالية على المستوى التقني في التدبير ديالها القرارات الحكومية الكبرى، وبان للناس في المرحلة الأولى تراجع الأثر السياسي أو البعد السياسي داخل الحكومة. الشأن الداخلي ديال الحكومة ما غندخلش فيه، حنا كنقيمه من برا كبرلمانيين، ولكن بدالنا أنه كاين قطاعات أصبحت أقوى من قطاعات أخرى. تدبير حكومي في البداية كانت عنده إشكاليات خصوصا مع لجنة اليقظة الاقتصادية، التركيبة ديالها علاقتها بباقي القطاعات الحكومية، تدخل رئيس الحكومة وغيرها. هذه المرحلة فتناها لأن الارتباك شهده حتى البرلمان شهد واحد الارتباك كبير، ما كاينش إطار قانوني، ما عرفناش كيفاش نتعاملوا مع مقتضيات النظام الداخلي. دايوغ كان طعن وكان تدخل ديال المحكمة الدستورية، وأنا كنت من الناس اللي آمنت بأنه كان زعما كان مستسهل جدا، وكان واحد التوجه ديال إمكانية كاع التخلي على الأدوار ديال البرلمانيين رغم أنها منوحة لهم دستوريا، ودرنا واحد النقاش كبير ودخل هذاك النقاش داخل الهياكل ديال المجلس، وبدا شوية كيعطي الأثر ديالو باش نعم تدبير الجائحة بمعايير صحية نعم، ولكن ما تنساوش أنكم راكم كتكلموا على مؤسسة برلمانية فيها أعضاء الاختصاصات ديالهم منحالهم الدستور، ما يمكنش نحيدوها لهم خارج الإطار الدستوري. على مستوى الترابي بان الإشكال، أيضا بان الإشكال في تقييمنا لمدى جدية رغبتنا في ترسيخ نموذج الجهوية. تشوف لجنة اليقظة الاقتصادية ما كانوش فيها رؤساء الجهات. على مستوى التدبير في اللجان الجهوية واللجان الإقليمية كتجي قرارات كديرها السلطة الترابية بدون تشاور مع المنتخبين وبدون علم، ممكن يكون عمدة مدينة كبيرة كدار له شي قرارات تسد المدينة ديالو ولا دار فيها إجراءات معينة بخصوص السير والجولان اللي هي اختصاص ديالو بلا ما يسيق خبر بحالو بحال الناس. بدات الأمور كتصحح نسبيا لأنه بدات بعض الأصوات تتصاعد، ولكن أتفق
أن الوضع الهش ديال السياسة في علاقتها بما هو تقني الجائحة زاد تعرات أكثر، وهذا أنا بالنسبة لي خلق واحد النقاش واحد الدينامية إيجابية، باش على مستوى التقييم انتبهوا إلى أن الاختيارات ديال تعزيز مكتسبات السياسة والسياسيين والمنتخبين واختصاصاتهم الدستورية والقانونية مهما كانت الظروف، ولو كانت ظروف الجائحة خصنا نحترموها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.